مرحبا بكم في مؤسسة عبادلة النجاح. كما شفتوا اليوم دخول دراسي جديد، الموسم الدراسي ديال 2023-2024 في مؤسسة عبادلة نجاح تحت شعار من أجل مدرسة ذات جودة للجميع. إذن كما شفتوا اليوم استقبلنا التلاميذ ديالنا والآباء ديالهم في ظروف اللي هي جيدة، الجميع فرحان، كل شيء كان يعني زربان على أساس أنه يدخل القسم دياله، يعاود يشوف الأساتذة ديالو من جديد. فمرحبا بكم جميعا في مؤسسة عبادلة نجاح، ودخول موفق إن شاء الله ومميز ديال السنة أو الموسم الدراسي 2023-2024. ومرحبا بجميع أمهات والأباء وأولياء التلاميذ. J'espère إن شاء الله une très bonne rentrée pour tous les élèves de l'institution عبادلة نجاح. Et bonne rentrée à tous. Et j'espère, Inch'Allah, de tout mon cœur, que ce sera, Inch'Allah, une bonne et agréable année avec tous ces élèves. مرحبا بكم في اليوم الأول للدخول المدرسي في موسم يحمل شعار من أجل مدرسة ذات جودة للجميع. وهذه الجودة هي اللي كانت توخاها الجميع، وكنحاولوا نقدموا ما أمكن وما ألزمنا باش أن الأمور هذا الموسم إن شاء الله تدوز في أفضل حال. وكيف كتشوفوا المؤسسة تلاميذ مشتاقين ومتشوقين أنهم يعودوا للمقاعد ديال الدراسة ديالهم، والأساتذة كذلك، والطاقم التربوي بأكمله كله حيوية ونشاط، وحنا كذلك كلنا حيوية ونشاط، وحنا مستعدين إن شاء الله. وتم توفير ما يمكنه أنه يوفر يؤدينا يوصلنا لهذه الجودة اللي إحنا كنطمحوا لها الجميع. اليوم الأول المدرسة المشروع ديالو اللي هو كان خدموا على الانسجام واستقبال تلاميذ والآباء الجدد إن شاء الله. كيف كتعرفوا الانسجام في اليوم الأول المدرسي هو اللي كيخلي التلميذ أنه يعمل على مدى الموسم ويولف الفضاء ويولف الطاقم التربوي الجديد. حنا وفرنا الطاقم ديالنا اللي هو الأساتذة والأطر جميع المعدات والوسائل التي يمكن لهم أن يعملوا عليها باش أن الموسم يدوز في أفضل حال. حنا كيف كتشوفوا الأمر إن شاء الله راه كيف كيدوز بسلاسة ونظام وحيوية، من أجل باش أننا نوصلوا نحققوا شعار اللي رفعته الوزارة اللي هو من أجل مدرسة ذات جودة للجميع. مرحبا بكم في مؤسستكم، مؤسسة عبادلة نجاح. ما تنساوش ديروا أبوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.